مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. 14 من أكتوبر، عيد سيادة ومدرسة نضال. الرئيس هادي: ماضون في تحقيق أهداف ثورة التغيير والبناء. سياسيون: ثورة الشباب هي من ستعيد الاعتبار للوحدة اليمنية. بل إن الخطأ هو في إدارتها. أهلا بكم. على امتداد سنوات الخمسينات وبداية الستينات، تمرس الشعب على أساليب النضال الوطني وخاض مختلف طرق النضال السلمي من أجل تحرره الوطني من الاستعمار البريطاني، لتبدأ فكرة الكفاح المسلح في التنامي مطلع الستينات من القرن الماضي كملجأ أخير بعد أن أثبتت تجربة النضال السلمي حينها عدم الجدوى بفعل الطبيعة الاستعمارية آنذاك. وكانت حركة القومية العرب من بين التنظيمات التي تبنت أسلوب الكفاح المسلح طريقا للتحرر الوطني، لكن تقييم الأمور أكد إلى أن خوض الكفاح المسلح يتطلب أولا إسقاط النظام الإمامي الكهنوتي في صنعاء، وهو ما حدث حيث غدا النظام الجمهوري في الشمال خلفية للثورة في الجنوب. هذا وكان قرار الكفاح المسلح أن بدأ الإعلان عن نفسه مستندا إلى الظروف الموضوعية والذاتية في المجتمع اليمني، وكان الهدف يومها قيام جبهة وطنية تقود الكفاح المسلح، وهو ما أفضى إلى تشكيل الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل التي بدأ تدريب عناصرها في معسكراتها السرية في تعز وصنعاء على عدد من الأسلحة وأساليب العمل الفدائي، إلى جانب إدخال السلاح وتخزينه في الجنوب. وحين دقت ساعة الصفر انطلقت الثورة من قمم ردفان في 14 من أكتوبر 63 رفقة أشكال نضالية أخرى، منها المظاهرات الشعبية والإضرابات العمالية وإثارة القضية الوطنية في المحافل والمؤتمرات العالمية وهيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية. وكان رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي توجه بخطاب إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، ذكر فيها بقيمة ثورة أكتوبر داعيا إلى الحفاظ على مكتسباتها، وأكد الخطاب التزام القيادة السياسية بتحقيق أهداف ثورة التغيير وترجمة تطلعات الشعب اليمني وبناء الدولة واليمن الجديد. خطاب الرئيس لاقى ارتياحا واسعا في أوساط شباب الثورة والقوى السياسية وعموم أبناء الشعب اليمني العظيم. أكد أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر على أهمية تبني مؤتمر الحوار الوطني المطالب التي من أجلها قامت ثورة التغيير السلمية، وأن يخرج المؤتمر بنتائج تلبي طموحات الشعب اليمني في بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون، القائمة في وطن آمن ومستقر، مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بواجبه في مساعدة اليمنيين على تجاوز الصعاب التي تحول دون تحقيق تلك الأهداف التي خرج وضحى من أجلها ملايين اليمنيين طوال العامين المنصرمين. وفي اللقاء الذي جمعه اليوم بسعادة السفير التركي بصنعاء فضلي تشورمان وناقش فيه أهم المستجدات على الساحة اليمنية، ثمن الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر المساعدات التي قدمتها تركيا لليمن في مؤتمر المانحين، وكذا مشاركتها الفاعلة في التسوية السياسية ورعاية مسيرة الحوار الوطني، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة التركية بالشأن اليمني، داعيا إلى زيادة أوجه التعاون بين اليمن وتركيا في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة أمام تدفق الاستثمارات التركية إلى اليمن بما يعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.
من جهته جدد السفير التركي موقف بلاده الداعم للشعب اليمني وقيادته السياسية واهتمام تركيا بتعزيز علاقات التعاون مع اليمن بالشكل الذي ينسجم وخصوصية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، معربا عن ثقته بقدرة اليمنيين على تجاوز الأوضاع الراهنة وإنجاح التسوية السياسية والحوار الوطني المرتقب طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات الصلة. قال الأمين العام للحراك الجنوبي العميد عبد الله الناخبي إن انتصار الثورة الشبابية السلمية رد اعتبار حقيقي لثورة 14 من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر. وأكد الناخبي في حوار مفتوح أقامه مجلس شباب الثورة بمناسبة أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر بصنعاء اليوم الأحد أن الثورة الشبابية سترد الاعتبار للوحدة اليمنية باعتبارها حلم الجميع. وأضاف الناخبي: رأينا أن الثورة هي أفضل من سينتصر للحراك الجنوبي، وأن الثورة الشبابية السلمية هي الانقلاب الجذري الذي من خلاله ستحل القضايا الشمالية والجنوبية على السواء بالحوار الوطني. واعتبر الناخبي وهو عضو في اللجنة الفنية للحوار أن الثورة الشبابية السلمية امتداد لما هو موجود في الجنوب ولمؤثرات ثورات الربيع العربي. وأوضح الناخبي أن اليمن يمر بصعوبات كبيرة سببها نظام المخلوع داعيا إلى محاكمة صالح على جرائمه بحق اليمنيين شمالا وجنوبا. ومثل انتصار الثورة انتصاركم أنتم أيها الشباب في كل مكان باليمن هو بمثابة رد الاعتبار الحقيقي، رد الاعتبار الحقيقي لثورة 26 سبتمبر ولثورة 14 أكتوبر. ونحن إن شاء الله في إطار الحوار الوطني نأمل من أن الحكمة اليمانية ستتجسد في المؤتمر الوطني بأن نرد الاعتبار جميعا للوحدة اليمنية، لأنه الوحدة اليمنية هي حلم كل جماهير الشعب اليمني، ولكننا ندرك إدراكا جيدا من أنه الذي اؤتمن على الوحدة هو الذي خربها، والذي كان يتكلم على الوحدة هو الذي كان يعمل الأعمال الانفصالية. ولذلك الوحدة بريئة من كل التصرفات والإخطاءات التي حصلت في الشمال وفي الجنوب، وكان الخطأ ليس الوحدة بل إن الخطأ هو في إدارتها. وصفت عدد من المنظمات والشخصيات السياسية ثورة 14 من أكتوبر بأنها نقطة مضيئة في تاريخ الشعب اليمني ونضاله من أجل الاستقلال والحرية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية هنأ الشعب اليمني بالذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر، ودعا إلى إحياء قيم ثورة سبتمبر وأكتوبر العظيمتين واستلهام دروس ثورة فبراير 2011 من أجل تصحيح أخطاء الماضي، خاصة تلك التي ارتكبها النظام السابق من خلال ممارسة الإقصاء والتهميش لأبناء الجنوب واستباحة الأرض والموارد والمقدرات الاقتصادية ونهبها. التجمع اليمني للإصلاح هنأ الشعب اليمني بذكرى ثورة 14 أكتوبر، وقال بأنها أكدت بسالة الشعب اليمني وعدم مساومته في حريته وكرامته. وقال الإصلاح في بيان له بأن ثورة الشبابية الشعبية السلمية أعادت الاعتبار لتضحيات شهداء سبتمبر وأكتوبر وتطلعاتهم في بناء دولة النظام والقانون. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دعا المواطنين إلى استلهام الدروس والعبر الوطنية والقومية لثورة 14 من أكتوبر وقيامها التي ما تزال تتجدد في حياة اليمنيين عبر تطلعاتهم في بناء دولة مدنية حديثة. وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد قال بأن احتفالات الشعب اليمني بعيد ثورة أكتوبر هذا العام يملأه الأمل الذي حملته الإرادة الشعبية التواقى ليمن جديد. الرئيس السابق علي نصر محمد قال بأن 14 أكتوبر ثورة عظيمة ومنبعا للقيم الوطنية.
الحائزة على جائزة نوبل للسلام الناشطة توكل كرمان وصفت ثورة أكتوبر بالنقطة المضيئة في تاريخ الشعب اليمني ونضاله من أجل الاستقلال والحرية، وقالت بأنها ثورة حقيقية شهد الجنوب بميلادها تحولا تاريخيا كبيرا انتصر فيه لقيم الدولة الوطنية القائمة على المدنية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. أحيا شباب ثورة 11 من فبراير بمحافظة عدن الذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. هكذا احتشدت عدن في الذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر استجابة لنداء مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، وذلك عصر اليوم في ساحة الحرية بعدن. تجمع الآلاف من الثوار لإحياء المهرجان الجماهيري الحاشد الذي ألقيت فيه الكلمات الثورية والأناشيد الحماسية التي نالت استحسان الحاضرين. في ذكرى أكتوبر للشهداء ألف سلام، ومجددا نقول ونردد اليماني وأنا وأنا اليماني، كيف يفرقني زماني، كيف يشغلني إلى مصير، هيهات للغدار أن يحيا على أشنائنا. وفي ختام المهرجان كرم مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية أسر شهداء ومناضلي ثورة 14 من أكتوبر التي انطلقت من جبال ردفان الشماء لتؤذن بمغيب شمس الإمبراطورية التي لم تكن تغيب الشمس عنها. فتحية لأول شهيد في ثورة أكتوبر، الشهيد الكبير المناضل شهيد الوطن راجح غالب الأبوزة. أتمنى في هذه اللحظة أن نستعيد دورات المناضلين، أن نستعيد أهمية الوطن وعظمته، أن نسعى إلى وحدة الوطن وإلى وحدة الشعب وإلى وحدة الأمة. الشعب ثار والأبطال ثاروا، ولكن الشعب اليوم والأبطال يترحمون، نترحم عليهم. الفرقة سائدة والبغضاء سائدة والمشاحنة قائمة، وهذا لن يحقق وطن ولا استقرار ولا مجد. نتمنى على العقلاء في القوى الأخرى كلها أن نتوحد ونمد أيدينا لبعض لنعيد بناء مجد هذا الوطن ومجد عدن وإعادة التاريخ لما كان عليه من تلاحم الشعب ووحدته. ثورة فبراير ما هي إلا امتداد لثورة أكتوبر المجيدة وخطوات تصعيد. هذا الزخم العظيم من الجماهير الشعب اليمني يأتون هنا ليحيوا هذه الذكرى العظيمة الغالية على قلوبنا جميعا، والتي يأتي من أهم أهدافها تحقيق الوحدة اليمنية. يوما بعد آخر تثبت مدينة عدن أنها لا تزال حاضنة الفعل الثوري بعدما يناهز نصف قرن من إشعال ثورة 14 من أكتوبر. 49 عاما من الثورة توجت بالثورة السلمية. عدن حاضنة الثورة، فيها خرج أول نقابي ضد الاحتلال، وفيها رفع علم اليمن، وفيها سقط أول شهداء الثورة الشبابية السلمية، وسيظل دور المرأة العدنية رائدا في العمل النضالي السلمي. بمناسبة العيد 49 لثورة 14 من أكتوبر، أقام شباب الثورة في ساحة الحرية بتعز مهرجانا فنيا احتفاء بالثورة الأكتوبرية التي قامت للتخلص من الاستعمار الخارجي. أحرار وحرائر تعز أكدوا أن ثورة 11 من فبراير هي امتداد لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وأنها جاءت لتحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورتين، متعهدين بالوفاء لتضحية شهداء وجرح الثورة السلمية ومحاكمة القتلة وبناء حكم ديمقراطي مدني. Thank you.
احتفل الآلاف من شباب الثورة بمحافظة إب في ساحة خليج الحرية بمناسبة الذكرى 49 لثورة أكتوبر بمهرجان جماهيري وخطابي كبير. الشيخ صخر أبو راس أكد في كلمة ثوار إب على واحدية أهداف الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وأن جميع الثورات اليمنية جاءت لتحرير الأرض والإنسان والفكر. نظم المجلس التنظيمي لثورة 11 من فبراير بساحة أبناء الثوار بالبيضاء مهرجانا جماهيريا حاشدا بمناسبة الذكرى 49 لثورة أكتوبر المجيدة. وفي المهرجان ألقى الأستاذ محمد أحمد البرهومي رئيس المجلس التنظيمي بساحة أبناء الثوار كلمة حية فيها ثوار الأحرار، مؤكدا أن شباب الثورة سيكونون أوفياء لثورة 14 من أكتوبر من خلال تحقيق الأهداف التي سطرها الشهداء والمناضلون قبل 5 عقود. واستعرض البرهومي في كلمته مطالب الثوار التي تقدم بها المجلس التنظيمي إلى المحافظ في لقائهم به بالمجمع الحكومي. وأشار البرهومي إلى أن المجلس التنظيمي أقر بالإجماع رفع الساحة وبقاء الفعل الثوري والفعاليات الثورية حتى تحقيق كافة الأهداف. وسط غياب ملحوظ لمحافظ محافظة حجة اللواء علي بن علي القيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى، أقامت محافظة حجة حفلا خطابيا وكرنفاليا احتفاء بالعيد 49 لثورة 14 من أكتوبر. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. يحتفل اليمنيون على طول البلاد وعرضها باليوبيل الذهبي لثورة 26 من سبتمبر الخالدة والذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر. فقد شهدت الصالة الرياضية المغلقة بمحافظة حجة حفلا خطابيا وكرنفاليا حضره أمين عام المجلس المحلي نائب المحافظ الأستاذ أمين القدمي ورئيس لجنة الاحتفالات بالمحافظة الدكتور إبراهيم الشامي وقيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدد من مشايخ ووجهاء المحافظة. الحفل الخطابي والكرنفالي الذي لم يشهد حضورا لمحافظ المحافظة اللواء علي بن علي القيسي تضمن العديد من الفقرات الخطابية التي أكدت على قوة الإرادة الشعبية في صناعة المتغيرات من خلال ثورة الشعب الخالدة. إنما تحقق في وطننا الغالي هو فضل هذه التضحيات التي صنعت الثورة وخلقت المتغيرات، ونحن نعيش أفراحا متتالية لتخليد نضال الشهداء. حفل كرنفالي متميز عكس روعة أداء أبناء المحافظة وجسد عمق تراثهم الشعبي وجودة المستوى الفني الذي يتمتعون به من خلال اللوحات الفنية والرقصات الشعبية والتشكيلات الشبابية الرائعة.
فعالية خطابية وكرنفالية رائعة أكدت في مجملها على أن عجلة التغيير مضت بقوة صوب المستقبل، ومن يحلم بعودتها إلى الوراء واهم ولا يعي حقائق التاريخ. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، محافظة حجة. أقيمت بمديرية حوف بمحافظة المهرة احتفالات كرنفالية وشعبية ورياضية بمناسبة العيد 49 لثورة 14 من أكتوبر في عدد من مناطق المديرية. وبدأت الاحتفالات بالأهازيج والرقصات الشعبية لعدد من الفرق الفنية والرياضية التي قدمت زوامل ورقصات شعبية معبرة. وعلى شاطئ حوف احتشد المواطنون لمشاهدة عروض بحرية لعدد من زوارق الصيادين التي تزينت بالأعلام الوطنية في فرحة غمرت الجميع بروح الثورة والتغيير. كما شهدت محافظة الضالع اليوم مهرجانا جماهيريا حاشدا احتفالا بالذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي عده الزميل نصر المسعدي. احتفاء بتأسيس حزبهم في مهرجان فني وخطابي حضرته قيادات السلطة المحلية والأحزاب والتنظيمات السياسية والمشائخ والأعيان وجمع غفير من المواطنين. وفي الحفل الذي احتضنته ساحة الحرية بدم ألقى رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح الأستاذ سعد الربية كلمة أشار خلالها إلى أن شباب ثورة 11 من فبراير السلمية أعادوا قافلة الثورة اليمنية إلى مسارها الصحيح. يوم فجر فيه آباؤنا ومناضلونا الأبرار فرسان غضبهم المحتقن ضد المستعمر الغاصب في جزء هال من بلادنا الحبيبة. يوم تجاوز فيه آباؤنا عقدة الخوف وتخطوا مرحلة العجز ليتبعوا انتفاضة الحياة بأدواتهم وأسلحتهم البسيطة. كما ألقى أمين عام محل المحافظة محمد غالب العتابي كلمة أوضح خلالها الأدوار التي لعبها الثوار والمناضلين في الثورة اليمنية ومحاولات الالتفاف على أهدافها من قبل الذين استولوا على السلطة. اتجهت ثورة 11 من فبراير 2011 لتعيد لهذه المبادئ أو لهذه الأهداف التي سطرها الثوار وآبائهم من أجسادهم ودمائهم ألقها وتاريخها، وليقول للعالم أن هنا شعب أبي لا يقبل الظلم والانكسار. الحفل الذي شهد تقديم عدد من اللوحات الفنية لفرقة شدة ألقيت فيه عدد من الكلمات والأناشيد والقصائد الشعرية. كما شارك في الاحتفال قيادات وقواعد منظمة الحزب الاشتراكي اليمني ليرسموا مع شركائهم في النضال لوحة بديعة جسدت عمق الشراكة الوطنية وواحدية الهدف والقضية. نصر المسعدي، قناة سهيل، محافظة الضالع. شهدت منطقة خاو بيريم مهرجانا خطابيا وعرضا كرنفاليا رسم لوحاته الوطنية 500 شاب بمناسبة الذكرى 49 لثورة أكتوبر واحتفاء بذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح. وتخلل المهرجان الذي نظمه إصلاح الدائرة 112 عدد من الفقرات الخطابية والقصائد الشعرية. فبها سمو شعارنا ووجودنا، واليوم هذا شاهدنا عمليا. تلك هي ذكرى الثورة 14 من أكتوبر المجيدة، الثورة التي تخلدت ذكراها في أنفسنا، راحت لعظمة أهدافها وسمو مقاصدها.
إلى ذلك توافدت قبائل كحلان ورعين وعبيدة وعراس بمديرية يريم للمشاركة بمهرجان الذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر وبمناسبة ذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح. المشاركون أشادوا بالدور النضالي والوطني والتاريخي للإصلاح باعتباره امتدادا للحركة الوطنية، كما أعلنت عدد من القبائل انضمامها للتجمع اليمني للإصلاح. وأنا بدوري أجدد انضمامي في الأمس، انضميت إلى ثورة الشباب واليوم أضم إلى التجمع اليمني للإصلاح. أهنئ الجميع بأعياد سبتمبر وأكتوبر وتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، وأنا أعهد الله وأعهدكم بأن أكون وفيا عضوا صادقا مخلصا. والذي أقول من هنا، نحن كنا وعلنا مع الثورة، ونحن اليوم بكل عز وشرف نعلن انضمامنا إلى التجمع اليمني للإصلاح، ونعاهدكم أن نكون عند حسن ظنكم. وفي مديرية الشعر نظم التجمع اليمني للإصلاح مهرجانا فنيا وخطابيا حضرته الشخصيات الاجتماعية وقيادات السلطة المحلية وممثلو أحزاب اللقاء المشترك احتفاء بالذكرى 49 لثورة 14 من أكتوبر وبمناسبة ذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح. النتيجات والقضاء على الفساد وعلى الظلم، فهنيئا لإخواننا في التجمع اليمني للإصلاح، وهنيئا لشعبنا، ومزيدا من التلاحم والتحالف لبناء اليمن. طول الجيش والأمن إلى مؤسسة عسكرية مستقلة لا يمكن أن يمتلكها فرد أو تمتلكها أسرة، أيا كان هذا الفرد أو أيا كانت هذه الأسرة. أشاد الدكتور فتحي محمد العزب بالدور البطولي والنضالي لأبناء محافظة المحويت إبان الثورة الشعبية السلمية التي أطاحت بالنظام العائلي. وقال الدكتور فتحي العزب إن هذه المحافظة التي كان النظام السابق لا يعير لها بالا ولا اهتماما قد قدمت التضحيات والشهداء في كل الثورات اليمنية، كان آخرها أكثر من 21 شهيد قدمتهم المحافظة وعشرات الجرحى في ثورة 11 من فبراير. كما دعا الدكتور فتحي العزب كل القوى الوطنية إلى نسيان الماضي والاجتماع من أجل بناء اليمن الجديد. والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. مشاهدينا الآن سنذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من أخبار. ثورة 14 من أكتوبر، وحدوية النهج ووحدوية النضال. ثورة 14 من أكتوبر، وحدوية النهج ووحدوية النضال.
أهلا بكم من جديد. تشهد مديريات محافظة الحديدة مهرجانات خطابية وفنية يقيمها التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب 22. الزميل عبد الحفيظ الحطامي زار عددا من تلك الفعاليات وخرج بالتقرير التالي. تشهد محافظة الحديدة احتفالات في عدد من المديريات ينفذها التجمع اليمني للإصلاح احتفالا بالأعياد الوطنية وبذكرى مرور 22 عاما على انطلاقته الأولى. أن الإصلاح حملوا معه خير من أبناء الشعب هموم وآمال وتطلعات اليمنيين، وانتهج درب النضال السلمي طريقا لنيل الحقوق الحريات. إنه تقدم الصفوف للدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته. هذه الجموع الإصلاحية في مديرية الزهرة عبر المشاركون فيها عن دور الإصلاح في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والدفاع عن حقوق المواطنين. الإصلاح طبعا بطبيعته يدعو إلى الألفة والمحبة، وهو حزب يقوم على أساس جمع الكلمة ورصها وليس الفرقة، كما أنه ينبذ العنف بكل أنواعه والتطرف والتشدد، وإنما يقوم على مبدأ الوسطية والاعتدال. أمين مكتب التجمع اليمني للإصلاح استعرض سفر من عطاءات الإصلاح ونضاله ومواقفه الوطنية المنحازة إلى أشواق المواطنين وأوجاعهم. نحن ندعو كل أفراد المجتمع وأبناء المجتمع وجاهات مشائخ أعيان إلى أن نضع أيدينا جميعا حتى نبني وطنا قويا، وطنا كريما، ونعيد الاعتبار للمواطن اليمني. أما هنا فجموع ليلية في مدينة باجل تحتفل بأعياد الثورة الوطنية وبذكرى مرور 22 عاما من ميلاد التجمع اليمني للإصلاح من رحم الشعب اليمني. بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، وهي مناسبة كبرى أن يتزامن هذا الاحتفال مع احتفال شعبنا بالعيد الذهبي لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. الاحتفالات التي شهدتها عدد من المديريات ومنها مديريات المراوعة وباجل والزهرة ومديريات مدينة الحديدة جميعها أكدت على أن التجمع اليمني للإصلاح ومنذ انطلاقته الأولى كامتداد للحركة الإصلاحية اليمنية سعى ولا يزال لتحقيق أهداف الثورات اليمنية. ولذلك فالاحتفال بذكرى تأسيس الإصلاح يصاحبه دائما الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر و14 أكتوبر، وهي مناسبات وطنية غالية. هو الإصلاح منذ ميلاده الأول حركة للتنمية والتربية والتثقيف ومواقف وطنية مشرقة ومشروع لإصلاح وطن. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، محافظة الحديدة. شارك الآلاف في مديرية صنعاء القديمة مساء أمس في المهرجان الجماهيري الذي أقيم نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم واحتفاء بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، والاحتفال بالذكرى 22 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. المهرجان تخللته عدد من الفقرات الخطابية والفنية، كما اشتمل الحفل تكريم عدد من أسر الشهداء والجرحى من أبناء صنعاء القديمة الذين سقطوا أثناء مشاركتهم في الثورة الشبابية الشعبية السلمية. نشأ الإصلاح في العام 90 وعمره اليوم 22 سنة، وهو عمر الوحدة المباركة، الوحدة التي جاءت معها الحرية وحرية الانتماء السياسي. وكان هذا التجمع الذي كان ضرورة للتوازن السياسي والاجتماعي والفكري الذي كان لابد أن يكون منطلقا لكل أبناء اليمن لكي يعبروا من خلاله عن انتمائهم الحقيقي لهذا الأرض. جريحة الثورة الشبابية قد ربما يكون متقدما في العمر شيبة، لكنه شباب بعمله. جريح الثورة الوالد
يحيى العقيلي فليتفضل. في خضم احتفالات الحزب الاشتراكي اليمني بالذكرى 34 لتأسيسه، دشنت منظمات الحزب في أمانة العاصمة صباح اليوم مرحلة جديدة من مراحل الانتساب لصفوف الحزب، ترافقا مع احتفالات الحزب والشعب اليمني بالذكرى 50 لثورة سبتمبر والذكرى 49 لثورة أكتوبر. وفي الحفل الخطابي الذي أقيم في مقر قيادة الاشتراكي بالعاصمة صنعاء، دعت كلمات الحفل إلى تعزيز بنية الحزب وإعادة تنظيمه وتنشيط منظماته. وأكد المتحدثون على دور الحزب الاشتراكي في ترسيخ أسس النضال السلمي، كما أشادوا بمشاركته الفاعلة وتضحياته في كافة مراحل الثورة الشبابية الشعبية السلمية الهادفة إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة. بهذه المناسبة أوجه التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني العظيم، الشعب الصابر، يعني الذي آن له أن ينال ويحقق بعض من تطلعاته وطموحاته في الحياة الحرة الكريمة، والتي طالما ناضل من أجل تحقيقها. على مدى سنوات من النضال الوطني والعمل السياسي، كان للحزب الاشتراكي اليمني بصمته المميزة، حيث استطاع تحقيق الكثير من المكتسبات والتطلعات الوطنية، وساهم بفاعلية في تفعيل الهامش الديمقراطي وكبح صلف السلطة وجنونها الرامي لتمزيق النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية، والمشاركة في تعزيز ثقافة النضال السلمي وانتزاع سلطة الشعب. المزيد في تقرير الزميل خالد العلواني. 34 سنبلة منذ ميلاد الحزب الاشتراكي الجامع لأغلب ألوان الطيف السياسي في جنوب الوطن، الميلاد الذي يعتبره كثير من المراقبين استجابة موضوعية لمنطق المرحلة وقراءة واعية لمتطلبات السياق السياسي والاجتماعي المتشبع بثقافة النضال والهم الوحدوي المتطلع لإرساء دعائم اليمن الكبير. وعلى امتداد المسافة الفاصلة بين شمعة الميلاد والسنبلة الرابعة بعد 30، محطات عدة في مسيرة الحزب الاشتراكي وصيرورة تجربة ثرية في التنظيم والرؤية والفكر والبرامج والسياسة والحكم والمعارضة. كان أبرز معطياتها تجليا مقاربة أولويات الحزب لهموم الناس والمصلحة الوطنية وعقلانية التعاطي مع المتغيرات ومواكبة روح العصر المرتكز على الديمقراطية والحرية والمؤسسية والشراكة وتداول السلمي للسلطة. يحسب للحزب الاشتراكي دوره الفاعل في جعل التعددية السياسية قرين الوحدة وجعل الهوية الوطنية وسلطة الشعب ناظما لإيقاع الحياة السياسية وحركة الحزب، وهو خيار لم تزغ عنه بوصلة الحزب في أشد اللحظات التاريخية حرجا وقتامة. ومنذ أن قاوم فكرة دمج المؤتمر والحزب في تنظيم واحد بعد الوحدة، وهذا يرد على من يزعمون اليوم أن الحزب الاشتراكي تخلى عن القضية الجنوبية أو تخلى عن الجنوب مقابل السلطة. وحين أكدت جملة الوقائع والمؤشرات أن النظام العصبوي يجنح بسفينة التجربة الديمقراطية إذ صار يعمل ضد مقتضيات النظام الجمهوري ودولة الوحدة لحساب مشروع التأبيد والتوريث، عمد الحزب الاشتراكي مع التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب أخرى إلى تشكيل تكتل اللقاء المشترك المعادل لجنوح السلطة، وقدم المشترك أنموذجا مشرقا على المستوى العربي في صعيد التكامل وثراء التنوع القادر على إعادة صياغة المعادلات السياسية وشعبنة النضال السلمي وكسر احتكار السلطة وصولا إلى الثورة الشبابية الشعبية. وساعة توهم البعض أن المشترك غدا محشورا في مأزق خيار الحالة الثورية أو اللعبة السياسية، أثبت المشترك إثم ظنهم ومضى يوائم باقتدار خلاق بين المسارين حتى وضع اليمن على سكة التغيير. واليوم يقف الحزب الاشتراكي وبقية أحزاب اللقاء المشترك أمام مهمات وطنية ضخمة وقضايا شائكة ومزمنة توجب مزيدا من الاصطفاف والتلاحم وحشد الطاقات والجاهزيات من أجل إنجاح الحوار الوطني والانخراط في ترجمة حلم الدولة وبناء اليمن الجديد. في نهاية النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين.
الرابع عشر من أكتوبر عيد سيادة ومدرسة نضال. الرئيس هادي ماضون في تحقيق أهداف ثورة التغيير والبناء. سياسيون: ثورة الشباب هي من ستعيد الاعتبار للوحدة اليمنية، بل إن الخطأ هو في إدارتها. الآن أترككم مع النشرة الجوية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.